ايش رايك نروح للفيديوهات؟ بسم الله. نشوف الفيديو الاول. ايش نقول لك؟ انا ماني شايل هم. اتوقع انه ان شاء الله الدوله حتلاقي باذن الله الدواء وكذا. القسمان لو شدوا حيلهم كمان كل 4 ايام وتنزل لك خلطه ام صالح لمعالجه الكورونا. تبي ايه؟ ارفع الشاشه على ولا انا مجربه وظابط معي والحمد لله. وشلون تعافى من ابو قاسم؟ شلونك ابو قاسم الحين؟ والحمد لله طيب ما بيلعب عافيه. وتنزل العبوه ب10 ريال وتتحل المشكله. بس اسر منتي يا ريت بس تحركوا هون. قسمان باعوا كل شيء، باقي الخلطه دي. تعليقك. يعني شوف، احنا نقول اذا انت مره مضطر يدك تاكلك ترسل، ارسل مقطع زي ذا. يعني هذا الشاب مع كل التحيه والتخدير لاهل القصيم. طبعا طبعا لا، والعكس هذا هذه تحسب لهم ولا علي. هو قال ان شاء الله يشدوا حيلهم على القصيم خلطه مصالح ذا. وراك انت بكورونا، لا تخاف، ما بجايك شيء باذن الله. عليك بالزنجبيل والهيل والقهوه تلاقيها ان شاء الله. تطلع الخلطه هذه تتوقع؟ والله انا بالنسبه لي الان، على فكره في بعض الدول العربية صار يسوقون لبعض الخلطات البهارات وكذا، يكتبوا عليها ضد كورونا. يعني هي الموضوع كله مزح في مزح. مزح لا، بس شوف يا أبو يحيى، أطلق قنبلة أول مرة والله هنا من عواقبها. هذه تفكراتي يعني أنا. طيب الهند كم عدد سكانها؟ 1 مليار. طيب أين تقع؟ بين إيران وبين الصين. تعرف من أقل دول العالم نسبة وتناسب في الهند. أنا تحليلي انهم لانهم ياكلون كركم وفلفل اسود. هم الحين يقولون كل الاطباء المصريين اللي سمعتهم اللي اثق فيهم يقولون 4 اشياء خلطها: زنجبيل وليمون وكركم وفلفل اسود. خلطها والصباح اشربها باذن الله ترفع المناعه عندك بقنوال. الان الهند مثال حي، الهند الفلفل اساسي. يعني الفكره في رفع المناعه مش علاج من كورونا. لا 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 لا، لا هو طبعا كورونا ما له علاج الى الان، حتى ساعه اللحظه ان شاء الله بكره يكتشفون له الليله الساعه 12 قبل انام. هو الان يعدمونك على المناعه انه تعطيه كف يتحمس ويصير متحمل الكف. هو رفع المناعه ليس هناك علاج. الاشياء اللي ترفع المناعه هي هذه الاربعه. تستخدمها طبعا كل يوم ومع اكثار السجود والاستغفار والصلاه. وش الخلطه وش هي؟ هذا اكثر الكلام الاطباء، انا ماني طبيب. لكن لا، اللي الخلطه اللي تستخدمها انت. انا ليمون، كركم، زنجبيل، فلفل اسود، كلها مع بعض مع عسل اخلطها، والصباح على الريق واحد والمساء على الريق. الله يستر والله. يعني بتحمل الناس في ذمتك. لا 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 انا يا لا اقول لك يا شوف شوف، ما حد مسؤول. ترى الجسام ما هي وحده. بكره واحد يكون عنده مشكله في المعده، الفلفل يقب عليه يقول احمد العرفج. لا لا انا اتكلم عن نفسي لانه طيب. شوف الادويه كالكتب، كل واحد يصلح له كتاب، كل واحد يصلح له. طيب نروح.